معنا عبر سكايب معد هذا الاستطلاع مراسلنا في إدلب علاء العمر. علاء، يعني من خلال أعدادك لهذا الاستطلاع، كيف وجدت آراء المواطنين تجاه الهدنة؟ نعم، مساء الخير مساء مؤمن النور. لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني هي آراء متفاوتة بين مؤيد للهدنة ومعارض للهدنة. طبعا المؤيد للهدنة طبعا هو الذي يعني تضرر من هذه الأحداث، وخصوصا النازحين الذين قد ضاقت عليهم سبل الحياة وأرادوا يعني يريدون العودة إلى ديارهم، ويعني جميع الناس بين شتى بين مفارقات بين مع وضد، في حال التزم الطرف الروسي وطرف النظام السوري بهذه الهدنة. لكن يعني لحد اللحظة هناك خروقات تحصل من قوات النظام في استهدافها للريف الجنوبي. الآراء كما شاهدت مؤمن في التقرير، منهم من أيد هذه الهدنة ومنهم من عارض هذه الهدنة كما ذكرت لك، في شرط واحد هو أن تلتزم الأطراف في اتفاقها. لكن المعطيات على الأرض هي التي تكشف هذه النوايا وهذه الخفايا، ولا سيما الشيء الذي يحدث في وادي بردة ويحدث في الريف الجنوبي، يحدث أيضا في الريف الغربي لمدينة حلب. وإن كانت يعني جميع الناس يعني يؤكدون أن هذه الهدنة ستحصل من جانب واحد فقط، ولو هو جانب الثوار، لأن النظام كما سابقا كما عودنا في الغدر وفي العدم يعني عدم الالتزام بالمواثيق ومواثيق العهود. شكرا لك مراسلنا في إدلب علاء العمر.